والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، ولا تحرمنا فضل شفاعته. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربي، ولي أمورنا خيارنا يا ربي. اللهم ولي أمورنا خيارنا يا ربي يا رب العباد. آمين آمين آمين. بحرمة طه وياسين، وسلام على المرسلين، خصوصا على سيد المرسلين، وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.